كلام النهاردة هنبتدي بكلمة روش. أظن كلنا بنستعمل كلمة الجدع ده روش، أو البنت دي روشة، أو نقول لولادنا خد يا ابني قرشين روش نفسك بيهم. إيه المقصود بكلمة روش أو روش؟ طبعا كلنا فاكرين إنها كلمة حديثة من الكلمات والألفاظ اللي اخترعها الشباب في السنوات اللي فاتت. لا، الحقيقة بقى والمفاجأة لكتير منكم، وأنا برضو اتفاجئت، إن كلمة روش كلمة قبطية قديمة عن كلمة مصرية قديمة هي رؤوش، وتعني يعتني بي. الكلمة مركبة من راء يعني يصنع، وأوش بمعنى رغبة، فالمعنى كل يبقى يحقق رغبة، ودي اللي جت منها كلمة روش بمعنى مهتم بنفسه أو مروش نفسه. في المصرية القديمة راشو بمعنى يفرح، وورش بمعنى يقضي وقت. لو قلبنا ورش دي زي ما ألفاظ كتير قوي بنقلبها حتى في أيامنا دي، زي مثلا أرانب وأنارب، فانيلا وفالنا، برطمان وبطرمان، الحاجات دي كلها هتلاقي ورش بمعنى يقضي وقت، يعني رشو وورش يقضي وقت مفرح. الحقيقة نفس المعنى هتلاقوه بنقول منه مصطلحات كتير قوي زي عايق ورايق أو فلان ممنجه نفسه، كلها مرادفات لنفس المعنى اللي بيحقق رغبة زي روش، أو اللي بيعتني، أو اللي بيفرح، أو يقضي وقت جميل. إذن روش نفسك طلعت يا جماعة كلمة مصرية خالصة وليست مستحدثة. الكلمة التانية البرنامج. إيه البرنامج دي؟ قد إيه اللغة العامية سرية ومتنوعة فعلا عندنا، اتغيرت بتغير الوشوش اللي وردت على أرض مصر، وكثير من الأجناس وردت على أرض مصر، لكن في النهاية خرجنا بنسيج متآلف ومتجانس، حتى لو كان كل خيط فيه لون، خيط فارسي، خيط تركي، خيط إيطالي، خيط فرنساوي، خيط إنجليزي، طبعا خيط كبير قوي عربي، لكن في النهاية النسيج واحد. تخيلوا اننا في برنامجنا بنتكلم في الموضوع ده، ولما دورنا لقينا ان كلمة برنامج اصلها مش من اصل عربي، واننا بنتكلم في مصطلح فارسي. برنامج كلمة محورة عن الاصل الفارسي برنامة، وهي كلمة من مقطعين، بار ومعناها رخصة، ونامة معناها رسالة، يبقى المعنى رخصة توصيل الرسالة، يعني بالمختصر المفيد إعلام بس. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. جهبز أو بهلول، هي مش بهلول الحقيقة، هي بهلول بضم الباء. في فرق كبير قوي لما نقول على واحد جهبز أو نقول عليه بهلول. الاثنين كلمات فارسية دخلت في اللغة العربية وتغلغلت بشدة. الجهبز هو العبقري الفذ شديد الذكاء واسع العلم، الأصل الفارسي بتاعها كهبد، اللي هي عبارة عن كه لوحدها وبد لوحدها، ومعناها المقيم في الجبل، ويطلق على النساك يعني الناس اللي بتتعبد وتختلي بنفسها، وعلى الناقد والعارف، يعني كلمة جهبز اللي بنقول عليها واحنا فاهمينها معناها عبقري هي قريبة بس تطلق على النساك والزاهدين والنقاد والعارفين وهكذا. البهلول بقى مش البهلول، هو الضحاك أو السيد الجامع لكل خير. دي أصلا تعريب كلمة فارسية هي بهلوان بالباء الثقيلة بالبي، يعني بهلوان، ومنها بهلوان بالتركية والكردية. إذن البهلول هي كلمة عربية من بهلوان الفارسية اللي هو الضحاك. زمان كان الملوك كل ملك يبقى له بهلول أو بهلول يسليه ويضحكه، وبعد شوية تحول البهلول إلى البهلوان اللي كلنا عارفينه وبنشوفه في السيرك. كده حلقتنا خلصت، نتقابل بكرة إن شاء الله في كلمات جديدة، وإلى اللقاء.